بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على الرحمة المهداة للعالمين وعلى سائر من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. يا رب أجرنا من النار. أمين. يا رب اجمعنا هنا اجمعنا غدا محبنا رسول الله. أمين. دائما في سلسلة سيرة الحبيب صلوا عليه، مع الدرس الواحد والأربعين بعد المئة الأولى، ونحن دائما نتحدث عن موضوع ما يسمى ببيعة العقبة الثانية، أو بيعة النصرة، أو بيعة الجهاد، أو بيعة الدفاع عن بيضة الدين. هذه بيعة ديال لنصر الإسلام، فلا بد من بنود اللي الموضوع ديالها يكون حول نصرة الإسلام. إذن فيه خمسة ديال البنود، تكلمنا على البند في 38 أو 39 بعد 140، اللي هو طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره. تحدثنا عن المرجعية، أن النبي يهيئ البلاد الذي يحكم بالله، قال الله قال رسول الله. وقلت لكم هذه الحرب ديال اليوم هي حرب مرجعية وشرعية ومشروعية. ما يقع الآن في العالم الإسلامي هو حرب ضد مشروعية الإسلام. في مصر الآن انقلبوا على الدولة الإسلامية التي نص عليها الدستور الذي وضعه شعب، وأرادوا الآن أن ينقلبوا على الدستور فيحولوه إلى دستور علماني. ورأينا بعض الأشرطة التي تسربت يقول فيها بعضهم، هنالك من يدعي أن الإسلام أو المصريين مسلمون بالفطرة، ونحن نقول إن المصريين علمانيون بالفطرة. حرب، حرب على الإسلام. المسألة الثانية، البند الثاني اللي درته في الربعين المرة اللي فيها، وهو يا وزيد النفقة في اليسر والعسر، أي أن مرجعية الإسلام تحتاج إلى إلى تأييد. باش تأييد الأول باش بالمال، فلا ينبغي للأغنياء أن يتخلفوا عن نصرة الدين. فإذا رأيت أعداء الله ينفقون الأموال الطائلة من أجل نصرة مناهجهم وأفكارهم العلمانية، وترى المسلمين متخلفين في مسألة الإنفاق لنصرة الدين، فاعلم أن الأمة تقاتل بغير نصير. نقول ردوا العفة، احنا الناس ما مسلمين. صب يهودي واحد ينفق الملايين من أجل بناء المغتصبات في بلاد المسلمين في فلسطين، واحد ينفق. تصيب مثلا واحد مفلس عنده 20 قناة نتاع إفساد الناس، الوليد بن طلال رطانة. ما تصيبش مسلم واحد أغاني ينفق من أجل بناء قناة إسلامية معتدلة وسطية تعلم الناس الدين، وتراه يكثر من العمرة ومن النوافل، ويعتقد أنه بذلك العمل هو ينصر الإسلام، هو يعبد الله على الشوق ولا يعبده على مراد الله. من يقول لك الفليسات، لو أنك أنفقتهم في فريضة لكان لك الأجر أعظم مما تنفق فينا. بل إن القاعدة تقول إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. أنت الآن كتنفق في النوافل، تمشي غادي جاي للعمرة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج دين، الدين يحتاج لمن ليبلغه. فلماذا لا تنفق عياذا بالله في الدعوة إلى الله، في المجال الإعلامي، في مجال الكتاب، في مجال كل شيء كل شيء كل شيء اللي كيهتم بالمسائل الإعلامية التي تروج للفكرة الإسلامية؟ هذا تكلمت عليه في المرة الماضية. البند الثالث الذي نقف معه في هذا الدرس، وهو واسمه البند الثالث، بايعوني على من؟ على من؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا هذا التسلسل تاع البنود. شوف الأول واسمه بايعوني على أنكم تحكمون الله ورسوله في كل مجالات الحياة، طاعة الله ورسوله الأصل. ثانية زيد بايعوني على أن تنفقوا في اليسر والعسر على تثبيت مرجعية الإسلام. والثالثة لا بد من نصرة المرجعية ليس فقط بالمال، باش بالكلام. نصر الإسلام باش بالمال وباش باللسان. قال رسول الله
جاهدوا في سبيل الله بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. وغادي تصيبوا باللي البنود بثلاثة كلها تتحدث عن هذا. جاهدوا في سبيل الله في الأول باش بألسنتكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأموالكم النفقة في اليسر والعسر، وغادي نشوفوا في الثالثة اللي بأنفسكم وهي أن تمنعوني وتدافعوا عني كما تمنعون نساء، أي الدفعوا للنبي بأرواحكم. الله، دفعوا للإسلام بأرواحكم، هذه غادي نخليوها من بعد. فسنتحدث اليوم عن نصرة مرجعية الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله، يقول تعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا مكن الله لكم في الأرض، بنيت الدولة يا رسول الله في المدينة، فإن من مهام الدولة الإسلامية أن تكون فيها العبادات واسمه مؤدات الصلاة، ما يكونش ترك الصلاة في بلاد المسلمين. ثم زيد الدولة واسمه تحمل، آتوا الزكاة، أي من مهام الدولة الإسلامية أن تحمل الأغنياء على أن تخرج زكاة المال لكي تؤدى للفقراء لبناء منهاج تكافل بين الأمة ولردم الهوة بين الفقراء والأغنياء حتى ينشأ المجتمع المتلاحم المتعاون المتساند المتآزر حتى يكون البنية المرصوص. ثم قال: وأمروا بالمعروف. من مهام الدولة الإسلامية أن تأمر المعروف. اسمه المعروف هو الذي يعرفه الناس أنه الخير، الخير الخير، الحاجة الزينة كل شيء الناس يعرفها، الخير الخير كل شيء الناس يعرفوا الخير، كل الناس يعرفوا الخير، وهو لذلك سميه معروف. معروف راه معروف، هذا الشيء خص الناس يأمروا بالمعروف، ديروا الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير. فالخير في أمة رسول الله هو من مهام دولة الإسلام، أن يدعو الناس إلى الفضائل والخير، إلى العبادة، إلى حسن الأخلاق، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى التكافل، كل الخيرات كل الخيرات. ونهوا عن المنكر. المنكر واسمه هو الذي أنكره الشارع وصار منكرا من قبل كل الناس، كل المسلمين يعرفوا هذا منكر: النفاق، الرياء، السرقة، الخداع، الغش، المنكر. فكان لابد إذن أن يبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة على أن تتكون أمة الشر فيها مقهور والخير فيها منشور. عقل عليها مزيان. النبي يبني دولة تحمل على عاتقها فيكون فيها الخير منشور، منشور بين الناس، والشر فيها مقهور ومكسور. مش الشر هو اللي يطلع للسماء، والمنكر وأصحاب المنكر هم الذين يرفعون رؤوسهم ويتحدثون وينشرون الفواحش، في حين أن أصحاب المعروف يطعطئون رؤوسهم كأنهم لا يرون شيئا، بحال النعامة، بحال غير هالمرة رحنا قلت شتوها اسمه القبولات، شتوها ولا ما شتوها؟ القبولات متاع الناظور، دارت في الفيسبوك وشي وحدين واسمه شي نسا واسمه داروا، قالوا علينا أن نساندهم، واسمه داروا هم أيضا بثوا صورا لهم يقبلون رجالا، بل نشروا صورة لرجل يقبل رجل. شتو كي دار الصورة؟ مالك انتم؟ قالوا أتنكرون على قاصرين، اسمهم قاصرين، أنه يقبل التلميذ، يقبل التلميذ، مالكم؟ ونفتوا استدعيتهم وديتهم للبوليس، وديتهم للمحكمة، مالكم؟ انتم رجعيين وانتم ظلاميين. فماذا فعلوا؟ الجمعيات النسوانية والحقوقية كلهم قاموا يقولون المنكر راه دير الدولة، اتركوهم اتركوهم. قال لهم وحتى طلقوهم وفرحت الماين وقالت لهم الحمد لله اللي وقف معايا هاد الناس جزاهم الله خير اللي جردوا لي بنتي سالمة غانمة. وفي الرام الاخرين اللي يدعيوا العلماء
وضعوا رؤوسهم في الرمال، فأصبح الإنسان عياذا بالله في بلد يدعى أنه مسلم ودستوره الإسلام أهل المنكر مرفوع الرأس ويتكلمون جهارا نهارا بوضوح لا لبس فيه، وأصحاب المعروف حتى في المسجد كما قلتم لا تجد فيه الإمام، يظل 30 عاما في المسجد لا يؤدي دور ووظيفة الدعوة إلى الله. هذه مصيبة مصيبة. لا يتربحها هذه دولة إسلامية اللي كيكون فيها النظام مسلم الفوق والأمة التحت، واسمه اللي جاي بغى يدير شي حاجة يدير، كيقول له اسمه كيقول أقول له المغرب أسيدي مغرب ديال الحرية، ها الجامع ها الكانتينة، بغيت الكانتينة ها انت، بغيت الجامع ها انت، سكتنا الله يخليك، خلي كل واحد في هالبلاد يدير اللي يبغى، ماشي شغلك. لا تكون وصيا على الناس، لا تكون وصيا، خلي الناس تدير اللي بغات. يعني واسم الميدو يضربون ركنا من أركان بلد المسلمين، يضربون بندا من بنود المحافظة على الدين. شوف الدين، واسمه هو الدين، الدين هو كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه هو دار. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا، تبنت واحد دار مخيرة، ها فطفق الناس يطوفون حولها ويعجبون، أعجبتهم ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا لبنا، غير واحد المكان خاوي خصو تما واسمو ياجوره، يقولوا مخير وزين ولكن لو كان زيدوا له هذيك الياجوره في هذيك البرجه يولي من اتم البيوت واكملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا اللبنة وانا خاتم النبيين، انا لبنة فقط في هذا الدار ديال الاسلام، انا غير كملت العمل ديال الانبياء، غير البناء كان بالاساس نتاعو بالاركان نتاعو بالسقف نتاعو كانت خصاتو يا جوره. شوف التواضع نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، انا غير بنا، انا اتممت البنيان او الله اتم بي البنيان واكمل بي اركان البيت ليصير اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذن هذه الدار هذه واسمو فيها الاساس لا اله الا الله، فيها 14 اركان الصلاه والزكاه والصيام والحج، فيها واسمو فيها السقف وفيها الحيطان اللي هما الاخلاق وهما الشرائع وهم كل شيء مزيان، ولكن الدار بوحدها بحال هذه الدار كلها راه عندي، الدار بوحدها ايوا منين تكون غير بوحدها ماذا يحدث؟ لو تركها صاحبها ماذا يحدث لها؟ يدخلها السراق ياك. فاذا اردنا ان نحول بين السراخ وبين البيت واسمو خصنا نديرو؟ واسمو خصنا نديرو؟ الصور، صور دور عليها كاع الصور، وذاك الصور دير فيه الزانون ولا دير شباك ولا دير شي حاجه، لان السارق اذا اراد ان يدخل الى بيتك عليه اولا ان يقطع الصور، فالذي يحمي البيت هو الصور، فالاسلام هذا البيت، والذي يحمي البيت هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حارس الدين هو مبدا الامر والنهي، فإذا لم يبق في الأمة من يأمر ومن ينهى انتشر الفساد، فكأن البيت اللي هو الإسلام أصبح عاريا معرضا عياذا بالله للسطو وللسرقة، لأنه ليس هنالك من يمنع هؤلاء من اقتحام البيت، ما كان شيء اللي يحظي. فحراس الدين هم الدعاة إلى الله، حراس العقيدة هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم ملح الأمة. الله أكبر، هم ملح الأمة، هم الذين يحفظ الله بهم بيضة الدين. ولذلك الأمة ينبغي أن تعرف هذا جيدا، فإذا غابت الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يحدث؟ واسمه يحدث؟ يدخلون البيت، واسمه يدخلون البيت؟ يهدموا الوسم الحيطان والسطح، وربما مشاو له حتى الأركان، وربما قلعوه حتى للساس، وربما حولوه إلى بلاقع. كانت هنا الدار تمر عليها فتجدها أطلالا، علاش؟ ما كانش الحارس. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الدين النصيحة،
أي أن الدين يبقى إذا بقيت النصيحة والأمر والنهي، فإذا غابت النصيحة غاب الدين، لأن الدين يخصو دائما التوعية والتذكير والتعلم والتعليم ومجالس الخير، لأن الناس إذا نشأت ولم تجد فيهم من يعلمهم نشأوا على الجهل وهم يعتقدون أنهم يعرفون الدين. فإذا بجيل يتكون لا يعرف من الدين إلا الاسم ولا من القرآن إلا الرسم، فيصير الدين عندهم غريبا، ليس لهم من الدين إلا اسم العائلي وتسجيلهم في الحالة المدنية، ومسلمون بالولادة والوراثة من أبوين مسلمين، أما حقيقة الإسلام فلا يعرفون، ولا يعرفون دينا ولا إيمانا. ورحنا هالشي رحنا تلاقينا بزاف، ورحنا لاحظنا بزاف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، اللسان اللي احنا كنتكلموا الآن، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. وفي حديث خر: وليس بعد هذا النوع من التغيير، التغيير بالقلب، حبة خردل من إيمان، اللي ما غيرش حتى بقلبه ما فيش ولو حبة خردل من الإيمان. الله 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 الله. فوقف العلماء عند هذا الحديث باش يفقهونا في فقه الاحتساب. كيسميوه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، يسميوه الاحتساب. ما معنى الاحتساب؟ تدعي لسيدي ربي محتسبا الأجر عند الله تعالى، لأن راك خدام عند الله، اللي كيدعي لسيدي ربي خدام عند ربي، يخلصوا مولانا ما يخلصوا حتى واحد. ولذلك يسميوه فقه الحسبة أو فقه الاحتساب. هذا فقه الاحتساب خرجوا من هذا الحديث، واش مخرجوا؟ واش مخرجوا؟ شروط فقه الاحتساب. الشرط الأول: من رأى، أي كل المسلمين حماة للدين، كل واحد. الدين ماشي ديالي ولا ديالك، كل شيء مسلمين، كل شيء يهمنا أمر الإسلام. إذا شت الإسلام ينضرب أنت خصك تقوم، لأن شت. اللي ما شافش ما عليش، لكن أنت شت. فمن تستغرق أمة رسول الله كلها. احنا ماشي بحال النصارى، كاين الكهنوت وكاين رجال الدين، اي طبقة خاصة هي التي تقوم بتعليم الدين والغيرة على الدين، والشعب الاخر غبر راسه يجي من الحد للحد والسلام عليكم. في الاسلام كل مسلم الا وهو مسؤول بين يدي الله عن الدين عقيدة وشريعة واخلاقا ومعاملات. وبنقول كل شيء، رجال ونساء، كبار وصغار واطفال، كل امة رسول الله الا وتتحمل وزر قضية الامر والنهي في امة النبي. أي الله يريد من أمة رسول الله أن يكون كل فرد منها مسؤول عن الدين أكثر من مسؤولية على نفسه. لأن إذا ما كنتش تهتم بالدين، واش يصرى لك؟ واش يصرى لك؟ غادي تتحرق نفسك، مشات. يعني خصك تهتم بالدين أكثر من نفسك، لأن اللي يسلك نفسك في الدنيا بالشقاء نتاعها هو الدين، واللي يسلك النفس نتاعك بالنار جهنم يوم القيامة هو الدين. إذا ضاع الدين في الأمة ضاعت الأمة كاملة، ضعوا نساها، ضعوا رجالها. الله أكبر، لا إله إلا الله. فمن معناه المقصود اسمه هو أن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسؤولة. ثم من رأى، الركن الثاني اسمه هو رأى، أي رحمة من الله على المؤمنين، أن إنكار المنكر إنما يجب فقط على من رأى، أما من لم يرى فلا إثم عليه. ولذلك لسنا مطلوبين باتباع عورات الناس والبحث عن سقطاتهم، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته حتى يفضح ولو في عقر داره. انت ماشي مطلوب منك حتى تمشي تحسس على جارك وتسيب واش مراه يدير، حرام عليك تحسس ولا تجسس او لا تتبع العورات. ما يمكن لكش تغير مسوى لشت المنكر يعمل به. اما اذا ستر العبد نفسه
وعصى الله بينه وبين ربه بين أربعة جدران، فالله لا يحملك أبدا مسؤولية البحث عنه أو تتبعه. ما تدورش على الناس، المستور بينه وبين الله خليه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. شكون هو المنكر اللي خصك دير؟ اللي كيجاهر بالمنكر هو اللي تنهاه. أو ربي 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 ربي. ولذلك عمر رضي الله عنه أخبر بأن في بيت في جانب المدينة يجتمع شباب يشربون الخمر، فإذا بهم يفاجئهم في الليل فيتسور الحائط ويلقي بنفسه في صحن الدار ويفاجئهم على حين غرة، فيجدون أنفسهم مبهوتين وعمر واقف عليهم. قال: يا العفارت، يا راني قبضكم، ما الذي تفعلون؟ فقال فقيه من هؤلاء المخمورين سكيرفقي، قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنا قد عصينا الله مرة فقد عصيت الله ثلاث مرات. قال: كيف؟ إن كنا نحن اجتمعنا لمعصية الله نشرب الخمر، فقد عصيت أنت أولا في مسألة التجسس، فالله يقول: ولا تجسسوا وقد تجسست علينا، وما كلفك الله أن تبحث عمن يستر نفسه بالذنب. والثانية: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، وأنت دخلت فجأة. والثالثة: يقول الله سبحانه عز وجل: وآتوا البيوت من أبوابها، وأنت ألقيت نفسك من فوق الحائط. ما قلنا انتبهوا انتم صف. فتاب عمر ووعدوه بأنهم لن يعودوا إلى فعل هذا المنكر. الله. إذا المسألة الثانية، من رأى، من شكون؟ قال المسلمين. ومنكر الرؤية لا تكفي أنك سمعت، وإذا سمعت لا تحقق. خليه إلى ظلم في واحد شي حاجة، ما تبقاش تتبعه. قد تقول: والله لا تتبعه، ما مكلفكش ربي، علاش تتبع الناس؟ وش اللي غادي تحاسبهم؟ ما دام هو ما راش يدير قدام الناس، صافا سيدي، رفع الله عليك التكليف. من رأى منكم منكرا، ثالثا منكرا، إذا كاين بنادم مسؤول، ثانيا يخصو يشوف، وثالثا منكر. ما معنى منكرا؟ أن يكون منكرا مجمعا عليه، أما المختلف فيه فليس عليك مسؤولية تغييره. إذا مختلفين في هذا الشيء ما تنهيش عليه، ما تنهي إلا على منكر مجموع على إنكاره. الزنا باين، الغيبة باينة، قراءة القرآن جماعة، كيف تقول أنت منكر وهو مختلف فيه؟ لماذا تنهى الناس عن أمر اختلف فيه العلماء؟ المختلف فيه ليس منكرا. يخصك تجتمعوا فقط على المنكرات التي اجتمعت عليها الأمة، أما الحوايج اللي مختلف فيها لا يا سيدي. النقاب بالنسبة للمرأة ليس مجمعا عليه، الخمار نعم، لكن لا تحمل الناس على النقاب، لأن العلماء مختلفين في قضية، منهم من يقول واجب ومنهم من يقول نافلة ومنهم من يقول فضل وليس بفرض. إذا المختلف فيه، لأن الفرض ما يختلفوش فيه، الفرض كاين باين بآية وبحديث صحيح. كثير من الأمور مختلف فيها، قضية رجلك اللي تفقص يعني الحاجة قاعد اللي تحت الكعب في النار، اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث. فمنهم من يربط قضية هذا اللباس اللي تحت الكعب بالكبر، بالكبر اللي متكبر ماشي شيء. ولذلك فأنت لا تنهى الناس، ومنين تعرف هذه القاعدة غادي تعرف بها؟ إلا مجموعة من الناس اجتمعت في تنظيمات إنما تغير واسمه المسائل المختلف فيها، تترك المسائل التي لا اختلاف فيها، تخلي العري وتخلي الربا وتخلي الشرك، وعلى من راحت الداك على مسائل مختلف فيها، تشن حروبا حول أمور مختلف فيها، قراءة القرآن جماعة وكي تنزل للصلاة كي تنزل، والدعاء ترفعوا اليدين في الدعاء بعد الصلاة، والصلاة على النبي جماعة، يعني أمور فرعية تشعل من أجلها حروبا داخل الصف الإسلامي. إذا المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا المسألة الرابعة وهي التغيير باليد، لمن يقدر، لمن يقدر على التغيير. فالضعيف لا يستطيع التغيير باليد. شكون هو اللي يقدر يغير باليد؟ شكون هو؟ ايوه السلطة على مستوى الأمة، زيد
زيد. والرئيس على مستوى المصلحة، والوالد على مستوى البيت. لأمنا فين ما عندك سلطة فأنت تستطيع أن تغير بالليل. أنت باين أخويا، مره بالصلاة بسبع واضربه عليها باش. لا بد ما يمكنش، أنت باهم، أنت مسؤول، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت رئيس مصلحة، الموظف سرق أخويا بالليل، لا بد من كتابة تقارير. السيد لا يصلح ويسلي باليد، ثم أنت تصعد وأنت حتى يكون تغيير بالمنكر باليد نيشان. أي باش بالقوة، والقوة إما أن تكون قوة عمومية، قوة عسكرية، قوة ها؟ لا إله إلا الله. وهذه الأمة تقدر ديرها ما تقدرش ديرها، الأمة الشعب يقدر ديرها ما يقدرش ديرها، فوقاش يديرو. فالشعب يستطيع أن يقوم بتغيير المنكرات الكبرى بثلاثة نتاع الوسائل، ولا ما كانتش هالوسائل ما يقدرش، فهو معذور عند الله. الوسيلة الأولى أن يمتلك القوة العسكرية اللي تكون فوق قوة العسكر اللي عند النظام، النظام الذي يشع في الناس المنكرات وتسقط البيعة دياله. وأرادت الأمة أن تخلعه بالقوة، متى؟ إذا كانت تملك القوة العسكرية التي تساوي أو تفوق، فإن فعل الشعب زيد ويغير بالسلاح وما عندوش تترتب عليها مفاسد كبيرة، كما وقع في سوريا في الثمانينات. قام الملعون بين بشار اللي اسمه حافظ الأسد، فأراد ما مدينة حماة أردمها. مروان الحديد قتل هو وإخوانه لما حملوا السلاح، وبقوا يقبضوا الأخ اللي كيتسمى أخ ويرميوه فين؟ فلاتير ذاك ذاك لصيد، ويذوب يذوب هكذا، ويقبضوا المرأة المسلمة ويفقروها ويجبدوا الجنين ديالها ويقول هذا خوانجي. وهي ترى الله. ولذلك المسلمين الآن كينوضوا كيقولوا سلمية سلمية، لأن التجارب التي مرت حينما حاولت الشعوب أن تغير المنكرات الكبرى وهي لا تملك قوة عسكرية تساوي القوى الأخرى ترتبت عنها مفاسد كبيرة. هذه الأولى. الثانية، إلا ما عندكش العسكر واسمع عندك، إلا كان عندك مجلس الشعب، أي أن يكون التغيير ديمقراطي سلمي. إلا قبلوا لك، لكنهم ما قبلوش. أي الجحول المسلمين وأرادوا أن يضعوا دستورا يحكموا بمرجعية الإسلام، واسمه قالوا لهم، قال لهم هذو راهم جاوا يطبقوا الدين وراهم إرهابيين وانقلبوا عليهم والآن يقتلونهم في الشوارع حتى وهم يخرجون بصدورهم العارية. إذا لابد من مجلس. والثالثة واسمه إياه، الثالثة واسمه إياه، أن تؤمن الأمة بإسرها الشعب، ماشي فئة واحدة، كل شيء الشعب، أن يؤمنوا بضرورة التغيير السلمي، فيخرج الجميع فيما يسمى بعصيان مدني يسقط به الدولة حينما يمتنع عن تأدية الفواتر ويعطل المصالح كلها، موظفين، إدارات، كل شيء تغلق فتسقط الدولة المجرمة الفاسدة. هذو ثلاثة. المسألة الخامسة من هذا الفقه نتاع الاحتساب، وهو لا يجوز لك أن تغير المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه. عرف هذا الشيء؟ عقل؟ كانوا شي وحدين مساكين عندهم عاطفة جياشة يبغوش الشباب يغيروا المنكر، كيسيبوا الناس دايرين العراس مخلطة النساء مع الرجال وهم مديني، يقول له الله حتى نغير المنكر، ويدخل في بلاصتهم ويبقى يسب ويبقى يدير كذا، وربما جاب كذا ولا، فيحدث فتنة. أنت حينما تغير هذا بهذه الطريقة واسمه يحدث، ستحدث مفاسد أكبر. كيقول لك هذا رأي إرهابي، هذا مجنون، هذا لا، خدم الداخل. غيب اللاتي الناس ما فهماش، الناس أصدر مشوا للسعودية يتعرى وكذا، نمشي تما ندير قنبولة وندير كذا وندير كذا، واش بدك دير أنت؟ واش هذا الشيء هو اللي غادي يغير؟ الناس غادي يزيد يبقاو يقول لك أنت إرهابي وكتسود الصفحة تاع الإسلام وكتزيد يعني تقنع الناس بأن الإسلام راه فيها الطريقة الهمجية تاع التغيير. ما ولذلك
الإمام ابن تيمية في فقهه رضي الله عنه مر على مجموعة من التتار يشربون الخمر، فقالوا أصحابه ننهيهم عن شرب، قال لا تنهاهم عن شرب الخمر، لأنهم إذا نهوا عن شرب الخمر فصحوا سفكوا دماء المسلمين. خليهم سكرانين ما يقتلوناش، حسن ما نقول لهم ما تشربوا الشراب، ومنين يصحاو يوليو يقتلونا. حنا ننهيو منكر على شرب الخمر ويوليو يقتلوا. لا تنهى عن منكر يؤدي إلى منكر أكبر. والسابعة من فقه الاحتساب هو أن تغيير المنكر جزئيا لا يؤدي إلى تغيير المنكر على المدى البعيد، وإنما تغيير المنكر ينبغي أن يكون واسمه ماشي يكون كلي. ما معنى كلي؟ كيكون برنامج استراتيجية، شكون يساهم فيها؟ العائلات والجامع والإعلام والمدارس، تربية نتاع الأمة تقوم بها المؤسسة. أما واحد سيدي يغير في الطوبيس، واحد يقول لي الله يخليك واش نقدر أنا ندعي المرأة البنت في الشارع مسكين متبرجة نقولها ديري الحجاب؟ فينا وليدي فينا وليدي فينا، تتلاقى معها مرة مسكينة وشحال غادي تتلاقى مع وحدة، وشحال غادي من وحدة اللي تقول لها كل شيء متبرجات، تلقى هذه تقول اختي الله يخليك ديري الحجاب، اختي الله يديرك الحجاب، اختي غادي يقول لك انت بوهالي. خص الوالدين يقوموا بالدور، وخص الاعلام يقوم بالدور، وخص التربيه تقوم بالدور، خص يكون مساله الامر والنهي هو مشروع مجتمعي، كل من موقعه يقوم بدوره في توعيه الامه. فهذه بعض ما يسمى بفقه الاحتساب. اولا هام الشروط الاولى، كلكم مسؤولون عن تغيير المنكرات، الأمر والنهي. من رأى أن يكون المنكر شر مرئيا فأنت لست مسؤولا أن تفتش عن المنكرات وأصحابها. ثالثا، ينبغي أن يكون المنكر مجمع عليه وليس مختلفا فيه. رابعا، أن تكون قادرا على تغيير المنكر باليد وذكرنا. وخامسا، أنت لا تغير المنكر فيؤدي إلى منكر أكبر منه. سادسا، أن تغيير المنكرات الجزئية لا يؤدي إلى ما يريده الإسلام، وإنما ينبغي أن يكون وفق مشروع مجتمعي متكامل تشارك فيه كل المؤسسات لإحداث تغيير في الأمة. لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخيرا، فالموضوع إن شاء الله تعالى، وهو بمن نبدأ؟ نار، بمن نبدأ؟ كل واحد يخرج بمن نبدأ الواجب، هذه المهمة الواجبة على كل مسلم، بمن نبدأ؟ بأنفسنا. النفس أمارة بالسوء، فجاهد نفسك أولا، أنت منحها من المنكر، ما تبقاش تابع غير الهوى ديالك. انهى نفسك عن المنكر، فمؤدب النفس أحق بالإجلال من مؤدب الغير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذا أنت تدير المنكر وتبقى تأمر الناس وتنهيهم عن المنكر والناس يشوفوك تدير المنكر، اش كيقولوا الناس؟ يقولوا له كان يعني بعدها بدي براسك، أنت تقول الناس صليوا الفجر ونمشي للفجر وما نصيبكش أنت، بعدها تهلا براسك، تقول استروا بناتكم وأنت بناتك داير بدا براسك، تقول الناس ما تخونوش وأنت تخون الأول بدا براسك، الناس كاع عارفين. إذا لابد من أن تبدأ بنفسك، قوا أنفسكم. ثانية زيد من زيادة أهلك وليداتك، قوا أنفسكم وأهليكم بهذا الترتيب. ما غاديش تمشي تأمر له وتخلي ولادك، قال لك خلاه ممتود مشى يعزي في محمود بحال صحاب التبليغ مثلا، خلاه ولادو لا نفق لا والو، غادي يمشي للهند يخرج أربع شهور، خلى البنت ما كاش اللي ربيها، الولد ما كاش اللي ربيها، ما كاش اللي ينفق عليهم، كيجي يصيب كل شيء مقلوب. ما لا لا، فهم يا صاحبي فهم. إلا بغيت تخرج 40 يوم خلي لوليدتك 40 يوم، وخلي لهم الذي ينوب عنك في توجيههم وتستأمنه على أولادك. أما أنت خارج وتخلي وليدتك صغار ويحتاجون للتجارة، اش هاد الشيء هذا؟ قال لك لا أنا خرجت خليتهم لله. الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى قال لك دير الأسباب. شكرا. تقول انت اذا تركت الاسباب فقد كفرت، فعليك ان تتخذ الاسباب. لو كان تجيب لنا مليون واحد دعيتوا للاسلام ودخل الاسلام، ولادك مشاو خرجوا الطريق موراك، اش تربحت؟ ما راك ما ربحت والو، مشيت باطل. الاولى هما ولادك، والثالثه زيد شكون؟ الاهل. شكون هما؟ ذوي رحمك، لا قارب
باك ما يصليش، امك ما تحفظش الفاتحه، 40 عام وهي تصلي بالفاتحه مقلوبه، وانت يا حذاها عمره ما علمتها. تقولها امتي قري علي الفاتحه، تقول لك الحمد لله ولد ضالي. حبيبي انت يا امك الفاتحه ما حافظهاش وتدير روحك تدعي برا، باك الفاتحه ما حافظهاش وتدير روحك تدعي برا، كي درت لها؟ عمومك وخوالك اللي سالولك الرحم، كي دير انت يا ترحمهم وبغيت لهم الجنه وانت كتشوفهم ولا يرتكبون المنكرات، وانت هذا الثالثه والرابعه شكون؟ والرابعه شكون؟ جيرانك. ما زال جبريل يوصيني عن الجار حتى ظن. انت غادي تصلي والجار تاعك جالس يلعب الضامه 30 عام وانت تمشي تصلي، عمره ما قلت له يوم القيامه يقف بين يدي الله ويؤمر بك الى الجنه، فيقول العبد الجار لرب العزه يوم القيامه: يا رب اوليس لي حق على جاري؟ بلى. قال: كان يمر علي كذا وكذا من سنه يمشي للصلاه، عمره ما قال لي. قال له: خذه الى النار، خذه الى النار الجار. وزيدوا من بعد اسمه اخر من مرجع اسمه المجال الذي تعمل فيه. انت عندك الالومنيوم خص الناس يعرفوا عليك باين لا صدق، داعيه الى الله بحالك انت يا الشاف شونتي، يعرفوا عليك الناس باين لا نهار السبت تكون دبو تعطي للناس حقوقها. انت نعم سيدي عندك حانوتك، يعرفوا الناس باللي امين، التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين الدواء بالحال في المكان. انت في الجامعه انت تدعي في الجامعه، انت في المدرسه تدعي في المدرسه، انت خدام في الحانوت، انت كوافير، انت في ما تعمل. ذلك المكان ينبغي ان تمثل فيه الاسلام حق التمثيل لكي يعرف الناس انك مسلم ملتزم بدينك. هذه هي الأماكن التي تصير في حقك واجب التحرك فيها، واجب لا ينوب عنك أحد. أن تنهى نفسك عن المنكرات لتنقذها من النار، أن تنهى أولادك عن المنكرات لتنقذهم من النار، أن تنهى أحبابك عن المنكرات لتنقذهم من النار، أن تنهى جيرانك عن المنكرات لتنقذهم من النار، وأن تنهى جميع من يتصل بك في عملك عن المنكر بسلوكك وتطبيقك لدين ربك سبحانه عز وجل. هكذا تكون المدينة اللي تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، تتكون بالناس اللي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هما أنا غادي نمشي للمدينة نبني الدولة تاع المدينة، وصحاب المدينة اللي أمنوا بالإسلام يشوفوا في المنكر ويخليوه، ويشوفوا المعروف وما يأمروش به. راه بحال ركبت في اللوطو والجراير مفشوشي، ما انت مشاوش، ما انت مشاوش الى الشعب راضي بالمنكر والشعب ما يغيرش المنكر، راه امه ما تمشاش كما تكون يولى عليكم. قولوا الحكومه الحكومه يا ودي، الحكومه هي افراز للشعب. منين جاو هاد ولاد الحكومه الوزاره؟ غير بارحوا هما معنا في الجلسات، هذه الوزارات اللي راهم قالوا واحد العدد كانوا جالسين معنا هكذا، هذا الوزير الاول وهذا الشيء كان يجلس معنا هكذا. في الثمانينات كنا نتناقشوا من السبعه نتاع الليل غير السبعه نتاع الصباح معاهم، نتناقشوا في قضيه الدين وفي قضيه الدعوه الى الله تعالى في الثمانينات انا في وجده. ها هما الان يسيروا، منين جاو هذو؟ هذوك اللي كنت انا شي وحده كنت انا المسؤول عليهم في الدعوه، راهم وزاره، منين جاو هذو؟ جاو من هذا القضية، إذا من الشعب. قالوا سيدنا معاوية، قالوا سر فينا بسيرة عمر، قالوا أعطيني مجتمع عمر أعطيك سيرة عمر، أعطيني بحال أبو عبيدة وخالي بن الوليد اللي كانوا تحت عمر نعطيك بحال عمر. أنتم ما كاين غير مهرسة ومهرسة القرن والعوجة ومشقوقة الأذن وبغيتوا نولي لكم عمر كما تكون يولى عليكم. هذا البند الثالث وهو نصرة المرجعية باش باش بالدعوة. الثانية نصرة الدواء باش دينيرو. الثالثة نصرة الدعوة باش بالدعوة. إذن الأولى واسمو هي المرجعية الدولة، الثانية واسمو هي المال اسمهم الاستثمارات والأغنياء يشاركوا في الإسلام بناء الدولة، والثالثة شكون؟ العلماء.
ود واحد ربي راه يؤسس لك، راه يؤسس لك لمن البنيان صحيح. المرجعيه كتاب الله وسنه رسول الله، الدوله ها الدستور ها المرجعيه تنصرها باش ينصرها شكون؟ الاغنياء الذين يستثمرون المال في نصره الدين، والثالثه العلماء. ولذلك اذا صلح الامراء والعلماء والاغنياء فاعلم ان سفينه الامه تمشي بعيدا. اسمع سيدي، الامراء بالعدل بين الرعيه، والعلماء بدعوه كل البريه، والاغنياء بالانفاق على كل البشريه، وباقي الرابع شكون هو؟ والفقراء بالدعاء لمن؟ للبشريه. الامراء العدل، والعلماء او الاغنياء شكرا، والعلماء القرزي والاباراي الكاميرا، كاميرا اش دي هذه ما بقاش تصلح. زيد والاخرى والرابعة شكون؟ الفقراء واسمو يديروا؟ بالدعاء. انما تنصرون وتجبرون زيد بضعفائكم. هذو اربعة نتاع البيليات نتاع الدولة. هذو ثلاثة نتاع المبادئ تكلموا على وشحال؟ على ما تكلموا؟ تكلموا على ثلاثة، على الأمراء زيد، والأغنياء زيد، والعلماء الدعاة، والأمة كلها خصها تكون هكذا. وصلى الله على حبيبنا محمد.